يا رب نلاقي زبون يا رب ويكون غني. اه بيكا ايه ده بس، ما فيش اي تاكسي ولا ايه؟ ايه ده، في واحد عايز ايه؟ انا معايا تاكسي، تعال اركب لو سمحت، اركب بسرعه على اخر الزمن. يطردوك بره يا ابو علي، انا اطرد بره من الشقه بتاعتي اللي كانت في البرج اللي انتوا شايفينه ده عليا. بصوا برج الاغنياء طبعا هو البرج ده، انا دلوقتي اطردت، كان عندي جراج وكان عندي بيت، بصوا جامد جدا، شقه بصراحه رهيبه. بص لو جيت حاولت ادخل البيت بتاعي هيطردوني، قالوا لي يا ابو علي خلاص انت بقيت مطرود. ليه؟ مش عارف، خسرت كل فلوسي وبقيت فقير، ما بقتش عارف ادفع الايجار. بص لو جيت وقفت هنا، اوكي خلينا نحاول كده ان احنا ندخل. دلوقتي بقيت برن الجرس يا شباب، بعد ما كان ليا شقه كبيره جدا، شايفين هو ده البرج اللي انا كان ليا فيه شقه. اي شقتي هي دي، انا واثق هي دي على اللي في الدور السابع. المفروض دلوقتي طبعا ان احنا نطلع تاني عشان خلاص انا كده ماليش. بصوا بيت، لو حاولت ادخل البيت برضو بتاع هنا، ايه مين اللي بيتصل بيا؟ انا مش فاضي. بص يا شباب مش هينفع، حتى لو جيت وقفت هنا برضو، بصوا ما ينفعش ادخل البيت، انا خلاص خسرت كل فلوسي. اول حاجه لازم نعملها، بعد ما كنت استاذ ابو علي وعندي شركات، لازم نغير البدله اللي احنا لابسينها دي، لازم تتغير عشان نروح نشتغل لنا بقى اي حاجه تانية، نشتغل نجار، سباك، حداد، اي حاجه، حتى لو هنشتغل دقاش، اي حاجه علويه طبعا عشان نجيب فلوس. طبعا شايفين البتاع الاوبريسور بتاعي عشان اثبت لكم ان انا كنت غني، شايفين؟ يلا ابو علي اركب الاوبريسور بسرعه، ليتس جو. هنطير دلوقتي، هنروح اول حاجه على محل ملابس، عايزين نشوف طبعا محل ملابس، اقرب محل ملابس ليه هو المحل ده، هنروح عليه بسرعه عشان نجيب لبس جديد وهنشتغل شغلانه حلوه. هنشوف طبعا الشغل اللي هيكون متوفر لينا وهنشوفه مع بعض. اوكي انزل كده ابو علي عند محل الملابس، اركن كده الاوبريسور عشان ندخل نغير لبسنا. خلاص ما ينفعش ابقى لابس بدله مثلا واشتغل سباك. ايه ازيك؟ بص يا حاجه انا عايز لبس حلو، ماشي هات لي لبس حلو كده بس رخيص بصراحه بقى عشان مش معايا فلوس كتير. بص يا شباب مش معايا فلوس غير 70,000. ليتس جو، عايزين نجيب دلوقتي حاجه. بزنس ايه؟ احنا مش عايزين بزنس، عايزين حاجه ثانيه يا شباب. خلينا ننزل نبص كده نشوف هو ده اللبس اللي ينفع والله يا شباب ان انا اشتغل مثلا نجار او سباك او اي حاجه من دول. خلينا ندور، ده انا كده بتاع مجاري مش سباك انا، يا لهوي يا شباب ده. طيب خلينا نجيب مثلا بدله حلوه كده تكون رخيصه، والله مش لاقي اي لبس رخيص يا شباب خالص. اوه حلو اللبس ده، بكام ده؟ ب 700 جنيه ليتس جو. وده بكام؟ ب 2000؟ لا لا 2000 ايه؟ اوه حلو الطقم ده يا شباب ب 362. حلو حلو، احنا ممكن نشتريه على فكره، يعني بصوا شاب روش تيشيرت ابيض وجزمه ابيض، اوكي اوكي ورخيص برضه في نفس الوقت. كده جبنا اللبس بتاعنا، دلوقتي بقى لازم نطلع كده نشوف دلوقتي يا شباب هنعمل ايه. هناخد الاوبريسر بتاعنا ونروح ندور على الشغل وهنبدا من الزيرو. بعد ما كان عندي شركه وقصر وكل حاجه، كان عندي اكتر من بيت، هنشوف دلوقتي يا شباب وظيفه ممكن نشتغلها. اوه ماي جاد، بعد ما كنت ابو علي عندك طيارات خاصه دلوقتي هتشتغل. اوكي هنروح طبعا يا شباب ندور على شغل وهنشوف الشغل ده مع بعض. اوكي يا شباب انا لقيت طبعا دلوقتي مكتب بيكلمني بيقول لي يا ابو علي احنا لقينا لك شغل والشغل ده بص هيعجبك جدا، فانا اتفقت معاهم على كل حاجه، قالوا لي لازم تجي لنا دلوقتي. اوكي بص انا جاي لهم طبعا قالوا لي بالاوبريسور ده، هم لو يعرفوا ان انا معايا اوبريسور اصلا هيقولوا ايه ده وده محتاج الشغل في ايه؟ لان الاوبريسور اللي معايا ده غالي يا شباب، متطور بص اعلى تطوير، خلي بالكم بعد ما كان معايا مليارات بس خلاص بقى كان زمان، دلوقتي بص احنا بقينا فقراء. هنروح دلوقتي يا شباب نشتغل سواقين تاكسي، يب هو ده الشغل اللي كلموني عشان اسوق تاكسي يا لوي. اوكي خلينا نيجي هنا طبعا، اهو يا علوي الشغل، المفروض هننزل هنا كده ليتس جو وهنبدا الشغل بتاعنا من المحطه النوبه اللي انتوا شايفينها دي. دخلنا دلوقتي الشغل. اوكي يا شباب دلوقتي هنبدا يومنا واحنا سواقين تاكسي بالعربيه الجامده اللي تسوى بصوا 5 مليار دولار. اوه ماي جاد، عربيه تتحسد لو مش بصوا يا شباب التاكسي بتاعي بصوا جامد. ليتس جو، اول زبون دلوقتي هنشوفه يا شباب اهو قدامنا، شايفين في الخريطه هو ده اللي بيشاور لي. اوكي والله الزبون ده لو ما دفعش فلوس كتيره والله بص هطرده من التاكسي، ومش بس كده ده انا انزل اضربه علقه كمان. ايوه طبعا ولا ينسوا علينا هو ده الزبون، هنروح له بسرعه. ليتس جو يا شباب، بس انا اصلا المفروض اشتغل يعني في اماكن يكون فيها زباين غنيه يعني وكده. اوكي يا عجبان بسرعه طبعا هنمشي كده شمال، يبي اهو يا علوية اول زبون معانا هنوصله طبعا، والمفروض الزبون ده يدينا فلوس. اوه يا معلش بس انا خبطت العبود عشان حضرتك تقف كويسه بيه عشان تدفع فلوس يعني، ما حدش يقول يا شباب ان انا خبطته وما اعرفش اسوق يعني. يلا يا كابتن اركب. اوكي هو ده طبعا يا علوية، اركب يا معلم بسرعه ليتس جو. هنلف تاني كده ونروح طبعا يا شباب دلوقتي للمكان اللي هو قال لنا عليه ابو علي الجامد. بص عربيه المطاف فين؟ ايه المطاف عطلانه ولا ايه؟ دلوقتي يا شباب انا هوصل الراجل ده وهشوف هيديني كام، لو اداني فلوس قليله والله لا اضربه واكسر راسه وانا بص جاي اجمع فلوس هنا. المفروض دلوقتي ان احنا يبقى معانا فلوس كتيره يعني وكده عشان نكسب بقى من شغلانه التاكسي دي، لان انا خسرت كل فلوسي، لازم نبدا من الصفر من تاني. اوكي طبعا الراجل ده ماشي كده ليتس جو بسرعه. على فكره شغلانتنا كسواق تاكسي حلوه جدا، وكمان ممكن نقابل واحد غني بدل ما يدينا مثلا 10 دولار في المشوار ممكن يدينا 2000 دولار.
10,000. طبعا هنبقى اغنية جدا. اوه بص انا وصلت فين، عند منطقة الفيلل والقصور بتاعت الاغنياء. الراجل ده شكله هيديني فلوس حلوة شكله. اوه انا اسف، دي حادثة بسيطة بس كده. يلا بسرعة يا شباب بقى عشان ننزله، ودلوقتي نشوف الزبون اللي بعده. ليتس جو. هو هينزل فين بس، فين بيته؟ اوكي ده شكله ساكن في الغابة. خلينا ندخل هنا اختصار كده عشان نوفر بنزين، يعني لان البنزين غالي اليومين دول انتوا عارفين. اوكي ده بص هينزل هنا. اوه في الحتة دي. انزل يا كابتن بسرعة. أو المفروض بص ان انا هوصله في الحتة الصفرة دي. اوكي اسكت ما تخافش، ده دي سواقة محترفة، انت ما تعرفش حاجة، ده انا جبتك. بص ايه الفلوس يالا، ولا والله انزل اكسر راسك انت، ولا الفلوس. اوه يا شباب نزلوا لي من العربية، الواد نصب عليا. خد يا واد يا لو، ولا هو دفع لي؟ اه دفع لي، بص دفع لي في الحساب بتاعه. اوكي اوكي ده افتكرته هو نصب عليا، ده انا كنت اكسر راسه. دلوقتي بقى ندور على الزبون التاني يا شباب، لازم ندور طبعا على واحد تاني. بصوا ده الزبون اللي احنا نزلناه. يلا يا شباب خلينا نمشي كده بسرعه عشان نروح ندور بقى على الزبون رقم 2. بص في زبون هناك اهو، بس بعيد بصراحه شايفينه في الخريطه، هو الازرق ده بعيد. لا انا هدخل في المدينه عشان اشتغل بقى مع الزبائن اللي في المدينه عشان تديني فلوس اكتر، والمشاوير بتبقى قليله. فاحنا واحنا ماشيين كده هنشوف اي واحد عاوز توصيله، اي زبون. يا شباب انا ماشي عكس اصلا وخلاص، بس طبعا علويه محتاج ان انا اجمع فلوس، فما يهمنيش الكلام ده. وبعدين يا شباب يعني انا هشتغل اليوم بس زبون واحد، يا رب نلاقي زبون يا رب ويكون غني. اه بايكا ايه ده، بس ما فيش تاكسي ولا ايه؟ ايه ده؟ في واحد عايز ايه؟ انا معايا تاكسي، تعالى اركب لو سمحت، اركب بسرعه. يلا يا ابو تشا، يا ابو تشا كلمني، ابو تشا ما كسرهاش. وات ايه ده؟ يا لوي يا ابني الكرسي، الباب. انت ابو تشا كان مفتوح، ابو تشا فاتو. يا لوي انت بوظت العربية. لا انت واد يا لوي، والله انزل اضرب انت واد انت. بصوا بلطجة يا شباب، يا شرطة. انا محتاج طبعا يا لوي دلوقتي واحد يجي يضرب الواد ده. يا لوي انت واد انت. انت ابو تشا مش تاجي، ابو تشا ولا ابو تشا عايز ابو تشا مش واقف. يا لوي يا شباب الواد بيكسر العربية. يا واد استنى اركبك، والله بص العربية مقفولة مش عارف افتحها يا شباب. ثواني بص افتح لك الزرار دلوقتي، استنى واد. انت ابو تشا مش واقف، ابو تشا مش فاضي. يا لوي ابو تشا ولا ابو تشا عندي شغل، ابو تشا ما كسرها. يا لوي مع سلاح. لا اوعى تفجرها. انت ابو تشا عندي بس تاتا واحد تاتا. اه شغلانتي وانا سواق تاكسي كمان بموت، وخسرت الشغل يا شباب. اوكي يا شباب طبعا رجعت تاني للمكان عشان الاقي الواد اللي فجرني ده. يا رب بس عطرني في الواد ده، والله يا رب بص اكسر. هو ده ولا ايه؟ هو ده الواد شكله. ايوه هو. خد يا واد تعالى يا واد، انت اللي فجرت لي التاكسي. انت ابو تشا لا ابو تشا ابو تشا جايه، ابو تشا دلوقتي مش محتاج مشوار. تروح مشوار؟ ثواني ثواني. انت مش بتعرف تسوق؟ ايوه طبعا انا كنت سواق تاكسي قدامك. انت مش كان مش عامل بشا عشان مش محتاج مش عامل مكالمه. مكالمه؟ وماله ده شباب الدغ ده ولا ايه؟ ثانيه طيب خلينا نركب كده. بصوا عشان لما نشوف النوب ده رايح فين. انت رايح فين يا نوب؟ انت مش مش هتوب مش اسمها في مين؟ اسكندريه. اسكندريه؟ اسكندريه ايه؟ الواد رايح فين يا شباب؟ والله مش عارف. انت مش لف بشا. الف؟ طيب طيب ماشي ما تجننيش. اوكي هنلف كده. يا لهوي يا شباب الواد ده شكله بلطجي، بس مش مشكله ده شكله معاه فلوس كتيره وهيدفع لي. اه يا لهوي انت ابو تشاوي، انت بس بتحاول ابو تشاوي ما كسرهاش. لا لا معلش دي غلطه بس بسيطه يا ابني، ده بيعمل لي اي علامه. اوه عمل لي علامه دلوقتي. ايوه في علامه دلوقتي يا شباب على المكان اللي احنا رايحينه. بصوا العلامه اتعملت، هنمشي بقى بسرعه عشان اوصل الواد ده. هو فجر لي التاكسي بتاعي بس مش مشكله، والله لا حاسبه عليه. إيه انت واد التاكسي اللي انت فجرته ده تمنه 10,000 دولار هتدفعه. انت ابو تشا مش مشكله، ابو تشا اديك فلوس كتير. انت واد اللي ابو تشا حلو، انا سويه حلو ما تقلقش، ده انا بص محترف يعني اقدر امشي لك بص شمال يمين في اي حته انت عاوزها. هو انت شغال ايه يا كابتن؟ انت ابو تشا حاوي اكيد بيهزر يا شباب. طبعا انتوا عارفين الناس اللي زي دي الاغنياء اللي معاهم فلوس كتير بتحب ايه تهزر ويخبوا بقى علينا الشغل اللي هم بيشتغلوه كده. اوكي يلا بسرعه خلاص. بص انا هعمل نفس سداتك ماشي. انت ابو تشا شغال حرامي ولا ايه؟ حرامي والله. ايه بس الكذب اللي انت فيه ده؟ اكيد يا شباب الواد ده شغال بصوا يا اما بيتاجر في حاجات بصوا ممنوعه يا اما حاجات زي كده طبعا في اللعبه يعني ماشي. انت ابو تشا قلت لك مش حرامي. حرامي؟ ايه ده؟ هو انت بجد حرامي؟ هو التابع هو اللي ابو تشا حرامي. حرامي يا لوي. او ماي جاد شباب اول واحد قابله كده في اليوم بتاعه وانا سواق تاكسي يطلع حرامي. وحرامي ايه؟ حرامي بجد كمان. انت ابو تشا مش بس مش عارف مش واقف. طيب طيب ماشي انا ماشي لك. بص في مطره يا لوي، انت ما ينفعش نستريح في اي حته عشان بص العربيه مش هينفع تمشي. انت ابو تشا ما ينفعش، لازم بص موت ياجي. انت موت الراجل يا لوي؟ هو انت شغال حرامي ولا شغال ايه بالظبط؟ انت ابو تشا حرامي ومش بلطجي. حرامي وبلطجي؟ اه طب انت كنت رايح فين؟ انا نسيت. انت ابو تشا مش ولا في المكان ده قوي. المكان ده؟ اوكي انت جاي تموت مين؟ هو فين يا ابني اللي انت هتموته ده؟ اه مايكا هو مش ولا ايه؟ انت هو مش لف بشاع. الف انت جننت. بص انت تنزل تدفع لي فلوس عشان بص ما اضربكش. انزل كده انزل من العربيه واد انت، انزل انت تصدعني الدغ وبتاع وايش ناقصه. بص والله انا ممكن ادي لك مثلا واحده. بص طلع اللي معاك بسرعه يبقى اضربك. اه مايكا انت بتعمل مش عايز في وشي ولا مش فاجئ.
ايه ده الشباب؟ هو معاه سنايبر؟ خلاص خلاص اركب اركب. ايه ده؟ ده بص دي كانت هتخبطنا. ايه لو اركب بسرعه؟ طيب انت رايح فين؟ انا مش فاهم. انت ابو شباب مش واحد مش بشاع يا مش سوا. ايه طيب طيب ماشي يلا خلينا نشوف النوب ده راح فين يا شباب. احنا المفروض كنا ندور على الراجل اللي هو جاي له هنا في المطعم بس طبعا مش موجود. يلا انت بتعمل ايه؟ انت ابو شباب مش على البحر ولا ايه؟ بص على البحر. طب اركب يا عبد اركب يا اما والله بص اخدك اربيك في البحر اركب. ايه انت ابو شباب بس في عيبه روح بص هناك بشاع. طيب طيب ماشي اهو رايح عند العلامه والله. طب فهمني بس اللي انت رايح له ده انت عايز تموته ليه؟ انت ابو شباب ده مش ولا مش بيبوظ الشغل بتاعنا. بيبوظ الشغل بتاعكو؟ طيب ماشي انت رايح لمين دلوقتي؟ هو مش واحد صاحبي. تروح لواحد صاحبك؟ اه اوكي ماشي حلو جدا. هنروح لواحد صاحبه شباب ونعرف طبيعه الشغل بتاعتهم. طب بقول لك ايه ممكن اشتغل معاك؟ ابو التابع بس انت مش شكلك مش غبي ولا ايه؟ انا اللي شكلي غبي؟ واو واضح عليك انت الذكاء. انا بص ذكي بس عامل نفسي غبي يعني عشان محدش يضحك عليا. بس ما تقلقش انا بص الشغل بتاعي جامد. اوه العربيه بص على وين بتلف طبعا من الميه. ليتس جو. يا ربي اول يوم كده يا ربي في اللعبه يطلع لي واحد غبي وكمان حرامي ونصاب. انت بص بشبشاع عشان بص مستعجل. طيب طيب ماشي انت هتدفع لي كام في الاخر؟ هديك بس اللي انت عاوزه بس بس ساعدني بس في المهمه. اساعدك في المهم. اوكي اوكي للاسف يا شباب ما عنديش اي حل تاني لازم اشتغل معاه طبعا عشان هو الوحيد دلوقتي اللي انا قابلته وكمان التاكسي باظ. يعني انا لو رجعت للمكتب بتاع التاكسي هيرفع علي قضيه عشان التاكسي اتفجر. اوكي بسرعه يعني مش كده. هو طبعا الطريق بص في الاتجاه ده. اوه يا لهوي بص المطره. انت ابو شبشاع عشان بص صاحبي بص ولا بص شاكو بص شاف في المكان. انا مش عارف امشي المطره بص مبهدله الدنيا. اوكي يلا بسرعه يا شباب وصلنا اهو الحمد لله. اخيرا اخيرا جينا عند المكان بتاع صاحبه. هو صاحبك اسمه ايه ولا بيعمل ايه ده في المكان ده؟ انت ابو شبشاع بص بصله. صاحبك ايه يا اخويا؟ بصله. اوكي دخلت يا شباب مع المجنون ده جابني في ده انا مش عارف. اوه ده انا راكب عربيه. ليتس جو. ايه ده يا شباب؟ وات ايه كميه الاسلحه دي؟ يا نهار زبادي. انت هو مش هتمشي كويس يا صاحبي مش بتاعي. ايه ده يا لوي؟ هو الواد اللي قال لسه معايا؟ انت فين يا واد؟ انت هو مش جنبك يا حبيبي؟ جنبي. اوكي خلينا ناخد بص على الاسلحه دي. وايه كل العربيات دي؟ ده انا شكلي هكون غني وهكون بص على قاضي عصابه. ايه؟ مخضرم. ليتس جو نركب عربيتنا كده. انت واد انت فين؟ انت هو مش عاملني مش في اسكندريه. قابلك في اسكندريه؟ يا دي اسكندريه اللي كل شويه تقولها لي دي. قابلك في اسكندريه فين؟ المفروض دلوقتي يا شباب ان احنا هنروح المكان التاني. لازم بسرعه. انت وين؟ انت مش تعبت عند مش اليوم مش احمريكا. اللون الاحمريكا انا شايفه شايفه هو اللون ده. اوكي هنروح دلوقتي يا شباب ونشوف اللون ده عباره عن ايه وايه اللي موجود هناك. ليتس جو. بقول لك ايه يا واد يلدغ انت؟ انا كده هشتغل معاك في العصابه؟ هو التابع انت مش كده مش هتكون حرامي. حرامي لازم اخيرا يا شباب اكون حرامي. انت هو مش هتركب معاه مش بشاع. طيب طيب ماشي نركب معاك اهو يلا بينا عشان هو الشباب طبعا اللي عارف الطريق. المفروض دلوقتي ان انا شغال معاه. هو طبعا الحرامي الكبير. انت هو مش يا حبيبي كنت بتنامني وش ولا مش كاسه ايه ده ولد؟ معلش انا اسف اركب. يا لوي. طب خلاص خلاص. طب سوق انت. انت هو مش تعبتش مع ميتا. طب طب اجي وراك يلا بينا. يلا بشاع عشان مش لازم مش نموته ولا نموته؟ يا لوي ده شغال ايه ده يا شباب؟ ده شكله حرامي نصاب كبير. ليتس جو المفروض دلوقتي اروح وراه هنشوف هو عايز يموت مين وكده. انا ممكن يا شباب ابلغ عند الشرطه واخد مكافاه حلوه. يب والله شكلي عامل كده ان هو بص نبلغ الشرطه عنه وناخد مكافاه. بص جاب ايه ده؟ ده الواد راح فين يا لوي؟ ده راح المقابر. يا ابني انت جاي متاخر هو مات فعلا. انت هو مش سوا هي يا ابني اللي انت جاي تموته. انت جيت متاخر هو مات اصلا واتدفن بقاله 3 ايام. ايه ايه ده يا شباب؟ واحنا جيت فين؟ وانت دفنه في الميه ولا ايه؟ هو المكان ده ايه يا شباب؟ يا لوي احنا فين يا ابني؟ انت هو مش الشغل انزل مش بشاع. انزل اوكي لما نشوف دلوقتي هنعمل ايه يا ابني؟ تعالى يا تعالى ورايا ايه بس بتشيرت الحبلات اللي انت لابسه ده والله شكله يا شباب بص هيسجد ده في الاخر. المفروض دلوقتي احنا جايين نعمل ايه هنا؟ انا خايف من المقابر دي. انت هو مش هنا بشاع. اجي هنا؟ اوه يا لاوي ده في عصابه يا شباب وماسكه مسدسه. استنى والد انت يا لو ما تسرقش عربيته منهم. بص العصابه يا شباب. انت هو مش عربيه تانيه يا ابو شفاه مش الجثه ولا الجثه؟ ثانيه كده نركب هنا كده. اركب بسرعه. واو دي بتنسى يا شباب. ليتس جو شكلهم هيضربونا والله. انت هو مش بشبشاع ابو شعامه وانا مش هكسر اسيو. طيب طيب ماشي يا لوي ده عمل خناقه يا شباب ده مجرم. يا لوي يا لوي ده نصاب بص كبير وحرامي. انا هطلع اجري بسرعه. اوه وانا اخد العربيه دي فين يا شباب؟ العربيه دي اصلا بصوا بتاعت الموتى. هي فيها واحد ميت ولا ايه؟ انت هو مش فيها واحد مش ميت هم ولا ايه؟ لازم تشجعوا. يا لهوي يا شباب وفي الاخر اخطف واحد ميت يوم بشتغل حرامي ونصاب. ده ايه اليوم اللي مش فايت ده يا ربي؟ خلينا نروح نكمل بسرعه على العلامه نشوف المفروض نودي الميت ده فين. مع ان هو المكان المفضل بتاعه ان هو اصلا يتدفن يا شباب في المقابر. انا مش عارف انا واخده ليه. انت هو مش واخدين مش شباب مش حواوشي احنا مش محتاجين مش جثه.
محتاجين الجثه، انا شغال مع واحد حرامي نصه مش عارف يعمل بيه ايه. اوكي يا شباب انا وصلت، ليتس جو. المفروض دلوقتي ان احنا نوصله هنا. يبي جبناه عند المكان اللي احنا، بصوا يا شباب هنخطفه فيه اهو. هننزل طبعا وندخله طبعا في المكان ده. اوه انا عملتها، انت واد يا ده غنت، انا بص خطفت الراجل. انت يا شباب عليك، انت مش كده بس تشابك شباب في الشبكه. اوكي خطفناه يا شباب من العصابه اللي كانت معاه. ليتس جو. انت يا ابو الشباب عليه، ايه ده جايب عربيه حمراء وهو لون ايه رايك؟ بص وصلت لك الجثه، انا كده بص رجعت في الاختبار صح؟ هو التابع. انت بص دلوقتي بص بقيت حرامي. حرامي؟ لا مش عايز ابقى حرامي. بقول لك ايه، هو الراجل اللي احنا خطفناه الميت ده انت ليه خطفته؟ عشان بص المفروض بص انا كنت موته. عشان المفروض انت اللي كنت تموته. اوكي هو انت بتدور على حاجه؟ انت يا ابو الشباب مش اي حاجه بص الساعه. لا لا كفايه سرقه، انت كنت جايبني هنا ليه؟ هو صحيح، تعال بص تعال بص الساعه بتاعتي. اوكي انت عندك شقه هنا. وات يا شباب ده شكله غادي. ليتس جو. انا اطلع باك الشقه بسرعه بسرعه. اروح يا شباب اطلع بقى شقته كده عشان نشوف الشقه بتاعته، ممكن يكون الخزن مفتوح على حاجه نسرقه. ده شكله عبيط. ايه خلينا نطلع معاه. اوكي يا شباب دخلنا الشقه. ليتس جو. الشقه الجامده دي بسم الله يا ساتر. اوكي خلينا ندخل. هو شكله ما جاش انا اسرق. ايه ده ورايا انت بص يا بص سمعتي. ايوه كده بص اديني اي عصير عشان بص لقيناش بصراحه. انت بص يا بص عصير بص تماتي. عصير طب ايه العصير طماطم؟ بقول لك ايه انا لحد هنا بص خلاص بقى، انا جبت اخر معاك، انا واقف لحد هنا. الشباب اللي عجبكم الحلقه لايك وشير في القناه، الحلقه الجايه نكمل مع اللعبه ده عشان نشوف انا اشرب عصير طماطم ولا لا. انت ما شاء الله مش هتشرب عصير طماطم بس غصب عني. غصب عني مش شارب انا عصير طماطم. نشوفكم بقى على الحلقه الجايه. سلام.